السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج سايب كات اللي هو لتحليل الشاي وشغل الشاي. تقدر تقول مثلا عايز ارسم بيم، فيقول لك عرف البيم، فتبدأ تعرف البيم اللي انت عايزها اكسبت، وتبدأ ترسم البيم زي ما انت عايز، وهنا بخليك تشتغل ارسو زاوية 90 او زاوية 180 بالشكل دوت. طيب لو انت عايز تشوف الشغل بتاعك في ال 3D، فهتيجي هنا 3D view of the building، هنا جنبها برضه 3D view of building including the beam model. لو في beam model برضه يبدأ يظهر لك معاك بالشكل دوت. هكبر هبدأ اشوف المبنى 3D بالشكل دوت، وتقدر تتحكم في ال section time section بالشكل دوت. اها تقدر تعمل section عمودي على المبنى بالشكل دوت، تقدر تشوف تعمل روتيت بالشكل دوت او حوالين النقطة، تحدد نقطة يعمل عليها. وتقدر تعمل زوم زي ما انت عايز او على جزء معين عشان تشوف الشغل بتاعك عامل ازاي بالشكل دوت. اهوت 3D اوربت، فبيديك امكانيات كويسه ان انت تشوف الموديل بتاعك في ال 3D.